السلام عليكم أعزائي. في المحاضرة السابقة تناولنا الحديث حول Chapter 3 اللي هو تحت عنوان Accommodation، وتعرفنا على معنى Accommodation واللي هي الإقامة. بعدها تناولنا الحديث حول Paragraphs، قطعة أو Text حول عنوان Where to Stay in Spain. قرينا القطعة، تعرفنا على المفردات اللي المهمة اللي بيها. بعدين قلت لكم انه هاي الفوكابلوريز او هذه السيمبلز جدا مهمة بالنسبة لكم كتخصص التوريزم، بتخصص السياحة. فهاي المفردات مطلوبة ومهمة جدا وبنسبة كبيرة انه تجي بالامتحان، امتحان الكورس او الامتحان الشهري. واضح؟ قلت لكم أني المفردات مطلوبة من عندكم، سواء هذه المفردات أو المفردات اللي هي موجودة عندكم، هذه اللي هو الكيوردز، هذن أيضا مطلوبات ويجي بالامتحان. واضح؟ هذن المفردات تجي بالامتحان. فاليوم احنا عندنا الفوكابلوريز مالتنا اللي هي hotel, facilities and services. طبعا هو هذا المفترض يكون تمرين، لكن للأسف محلول التمرين. واضح؟ فما راح أطلبه من عندكم، لكن اللي أريده من عندكم انه تحفظوهم. الآن راح أقرأ لكم المفردات، واضح، حتى تتعلمون طريقة التلفظ السليم لها. أول مفردة اللي هي air conditioning، air conditioning. airport shuttle، airport shuttle. babysitting service، babysitting service. currency exchange، currency exchange. direct line telephone، direct line telephone. fitness center، fitness center. hair dryer، hair dryer. high speed wifi access، high speed wifi access. in room mini bar، in room mini bar. laundry and ironing، laundry and ironing. Pets admitted, pets admitted. Restaurant, restaurant. Safe deposit box, safe deposit box. Satellite TV, satellite TV. Sauna, sauna. Wheelchair access, wheelchair access. إذن المفردات مطلوبات من عندكم تحفظوهم. المعاني تعطيكم محلولة، مثل air conditioning الخيار هو A، شو يقصد بها؟ يقصد بها التبريد، وهكذا. واضح؟ بعد ما تعرفنا على المفردات ولازم نحفظهم دول المفردات، عندنا exercise اللي هو حول الموضوع، حول السكيل، حول مهارة listening، مهارة الإصغاء. الآن راح أشغل لكم مقطع صوتي. ثواني، المقطع الصوتي راح نسمع سويا، أيضا راح أشارك لكم يعني يكون موجود عندكم بالكلاس روم. واضح؟ اللي أريد من عندكم ما يلي: تصغون جيدا للريكوردر، أوكي، راح يصير عندنا حديث بها. بعد ما نصغي جيدا للريكوردر، مطلوب من عندكم الإكسرسايز نمبر 1. شنو اللي عندنا عندكم؟ مثلا تكتبون اسم، مثلا عندنا هسه احنا ثلاث صور تشوفوهن، فرضا تختارون هذه الصورة اللي هي اسمها جين وي. تقولون مثلا جين وي، تكتبون اسمها وشنو هو المطالب مالتها كانت. واضح؟ هسه راح نصغي للصوت للريكوردر وبعدها اعلق عليه مرة ثانية.
تمام. الآن مثل ما سمعنا أنه بالريكوردر عندنا 3 أمور، يعني 3 محادثات، رقم 1، رقم 2، رقم 3. اللي أريد من عندكم ما يلي: تكتبون مثلا رقم 1 ومن هو اللي تكلم، هل هو مثلا وليد، هل هو جين وي، أو الفاميلي، واضح؟ تكتبون الاسم، من هو اللي يتكلم، واضح؟ بعدها تخلون سهم او تكتبون حطون نقطتين شارحة مثل ما يعجبكم، وراح تقولون الاوردرز اللي طلبوها. يعني مثلا وليد شنو هي الاوردرز مالته، الفاميلي شنو هي الاوردرز مالتهم، جنوي شنو هي الاوردر مالتها، واضح؟ هذا عندنا الان الهوم وورك نمبر 1، هذا واجبنا الاول. بعدين عندنا فد موضوع لطيف جدا وممكن يكون ممتع، عندنا ريسيرش. هذا الريسيرش ما راح يكون يعني مطلب لكل الطلاب، لكن اللي يسوي لي هذا الريسيرش راح يحصل على بونص، يحصل على اكسترا مارك، يحصل على درجة إضافية. شنو هذا الريسيرش؟ هذا الريسيرش يطلب من عندكم hotels in your area، visit two or three hotels in your area، find out what facilities they offer. هنا أنا مطلوب انه تروح انت كطالب يعني تشوف فندقين او 3 فنادق بالمنطقة مالتنا، يعني خلينا نقول بالنجف، وتشوف شنو هي الفاسيلتيز، شنو هي الخدمات اللي توفرها الفنادق. انا ما اجمع عندكم 2 او 3، انا اريد تشوفوا لي فندق واحد ويكون منطوق السؤال. انا راح اكتب لكم بالهوم وورك واوضح ايضا انه هذا مو واجب إجباري، لا هذا بونص عليه. راح يكون السؤال كما يلي: What are the facilities in فراغ هوتيل؟ فأنت بهذا الفراغ تكتب اسم الفندق اللي أنت راح تسوي ريسيرش عنه، مثلا فندق در النجف، فندق إلى آخره، يكون بالنجف. أنت تختار فد فندق معين، أوكي؟ يعني تكتب لي مثلا the facilities in اسم الفندق هوتيل، أوكي؟ ودور تكتب لي شنو هي الفاسيلتيز. يعني انت لازم تروح للفندق وتسأل صاحب الفندق شنو هي الفاسيلتيز، شنو هي الخدمات اللي يوفرها، وتدونها الي على شكل تقرير، واضح؟ يعني تروح الفندق وتكتب لي اسم الفندق اللي انت زرته، وكذلك تكتب لي الفاسيلتيز اللي شفتهم. بعدها عندنا موضوع ايضا جميل واللي هو هوتيل جريدينج. مثل ما نعرف كلنا انه الفنادق بكل العالم يتم تصنيفها، التصنيف العالمي المشهور هو تصنيف الستارز. مثلا عندنا نقول هذا فندق 3 نجوم، هذا فندق 4 نجوم، هذا 5 او ربما 7 الى اخره. فالان ايضا راح نسمع الى ريكوردر اخر يتناول هذا الموضوع. بعد ما نسمع الريكوردر اللي مطلوب من عندكم هو حل هذا التمرين، تمرين رقم 3 اللي هو بسيط جدا، True and False. هذا التمرين مطلوب منكم. هسه راح اشغلكم الريكوردر. There's a European hospitality called the Hotel Lizard.
تمام، مثل ما سمعنا بالريكوردر إنه الحوار والدايلوج كان حول جزئين. الجزء الأول يحكي على الجريدينج بصورة عامة، هوتيل جريدينج بصورة عامة، بعدين الدايلوج راح إلى جانب واللي هو سبين، صار الحوار حول هوتيل جريدينج إن سبين. اللي أريد أن أقولكم يا أعزائي هو تسمعون التسجيل، وأنا مثل ما بلغتكم راح أنزل بالكلاس روم التسجيلات منعزلة، يعني حتى تعيدوها أكثر من مرة وتجاوبون على هذا السؤال اللي هو true or false، تكون كل ما في الأمر نقطة و true أو false. بعد ما نكمل هنا نلقى grammar books حول المودل فيربس. المودل فيربس إذا تتذكرون إحنا ناقشناها ونزلت محاضرة عليها، بالتالي إحنا ما عندنا مشكلة بالمودل فيربس، وحسب ما أتذكر أيضا إحنا امتحنا بيها، تذكرون؟ فالمودل فيربس إحنا نعرفها ما عندنا مشكلة بيها دارسيها، لكن أريد من عندكم فقط هذا الواجب، هذا الواجب اللي هو رقم 6، وهذا واجب مهم جدا ممكن يجي بالامتحان، واضح؟ اللي هو complete the hotel inquiries and information with appropriate modal verbs. تكتبوا لي number one وشن هي الإجابة، واضح؟ لهنا أعزائي محاضرتنا تنتهي. في حال كان عندكم أي سؤال أو استفسار ممكن تعلقون بالخانة الكومنتس بالكلاس روم أو صفحتي بالتليجرام موجودة. شكرا جزيلا، في أمان الله.